قال لي ورده الغضبان. ورده الغضبان عليه هكا سي عبد الرزاق. شي عليه هكا؟ هذه مطربه قبلهم راه ورده الغضبان قبل. اما احنا هوني عبد الرزاق نحكيو على اللوك يعني. هي. ما نعرفش عليه التصويره هذه بالذات شنو باش نعلق عليها يعني. ورده تعرفها مش حتى على ماك تعرفها بصفه عامه تنجم تعطي رايك. الحقيقه نتاع ربي شخصيه نعرفش ما نجمش بدون تعليق. ما نجمش بدون تعليق. بدون تعليق. بدون تعليق. عددنك طبعا. تفضل. ورده الغضبان الطفله معناتها الفتاه الجميله الاتيه من عمق الريف وقت اللي قدمها رؤوف كوكا في طريق النجوم وقت عملت يلا بنت الخاله وكذا حبيناها وقبلناها. ايه. بك العفويه ذيك وبك الطيبه ذيك ولكن يا سي عبد الرزاق وجه لها لوما فهمتني؟ لانه بعد ما ترسكلت وتعلمت العرب وتعلمت مهرجانات وتعلمت كذا اصبح عندها لون ثاني اللي انا واحد من الناس نرفضه ونقول لها ننصحها بكل حب نقص عليها شويه من الترهات والمعارك التافهه في البلاتوات بصدق. لا هو مش كان مشكلتها هي خويا عبد الرزاق ولا يمشيوا للبلاتو ما يغنيوش ما عادش نسمع اغاني انا برشا. سيدي عبد الرزاق بعد اذنك يرحم بوك ين بعجاله انا راه كل مره مش مره مش اثنين مش ثلاثه مش اربعه تعمل في ديسكوندال وفما تقشقش هناك في بعض اي ممكن يكون هذاك مدبر يعني هي مسكينه تكون ضحيه لي راجلي الخطيب اللي باش ناخذ ونغسل الخطيب غدوه بتكون مش فكرتها غدوه عركه مع باي الزردي بعد غدوه راهو نحب نقول لك كلمتين بعجله وامر راهو ما تنجم تنجح كان بابداعك وهي نعرفوها صويتها محدود في بدايتها تعمل شويه فوكاليز تحسن من صوتها تشتهي اغاني ممتازه تقدم بها في كاريرها تقصد الدلاجي تمشي لحاتم الجيزاني تتطور لانه ما تنجم تنجح خويا عبد الرزاق بصدق انا نوجه لها في نصيحه راهو ما تنجم تنجح كان بالعمل ثم العمل وبالخدمه وبالابداعات مش تقشقش لحناك ولازم تكون زاده منضبطه كي تعطي كلمتها زاده في فرح ولا في حاجه لازم تكون في المستوى كي تعطي كلمتها وعملوا عليها واضح مش تسكر تليفونها هذوما الاشياء ننصحها راكي نعزك ونحبك وهذه نصيحه من خوك صلح روحك عكس عكس يا سيدي عبد الرزاق وامر المبدعة الرائعة زينة القصرينية اللي قاعدة تقدم في إنتاج جديد وقاعدة تقدم في إبداع جديد وتصرف وتستثمر في أغاني جديدة وأنا أشوف تحية لزينة القصرينية يلا أنتم تنجموا تربحوا الكهرباء اللي موجودة في الاستوديو على رقم 85 901 تبعثوا اس ام اس قد ما تبعث اس ام اس قد ما تربح الكهرباء. تلفزة تي في مواصلة معكم بالربح وتودكم بتويوتا ياريس كروس هيبريد لا توت نوفيل اس يو في باش تشارك وتربح ابعث ا على 85 901 بلوك وديزاين مزيان كرهبه ديناميك واسعه فيها جميع المواصفات الكونفور والسيكوريتي تحافظ على البيئه وفي نفس الوقتها موتوريزاسيون هيبريد ايكونوميك كرهبه نجحت برشا في اوروبا والعالم ما تنساش ابعث ا على 85 901 If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, and ease my mind, imagine. قبل ما نمشي الحوار الصراحة مع تليلي القفسي، نحب فما حاجات أنا نعرفهم في تليلي القفسي ونحب نخرجهم منه ليكم أنتم باش تسمعوهم لأول مرة. من أكون؟ باش نعرفوا تليلي القفسي شكون؟ أي من أكون؟ الاسم الحقيقي لتليلي القفسي شنو هو؟ اسمي تليلي بن محمد درويش. درويش تليلي درويش. ايه درويش. منين جاء اسم تليلي القفسي؟ اسم على اسم جدي، بابا سمانا على اسم جدي. تليلي بركة والقفسي؟ لا القفسي خاطر القفسي على اسم حاسب الشهرة. اه القفسي عندك القفسي خاطر قفسيان انا قفسي خاطر كما وليد كما اسم عبد الكريم البنزرتي بنزرت. اي انا تليلي انا تليلي القفسي وينادوني تليلي العماري وما انا اسمي تليلي بن محمد دغويش. ايوه آه. عمرك 65 سنه هاي مش مشكله زيد برك انت زيد قالوا لي زيد زيد شي قديش عمر تليلي القفسي؟ لا حطني 70 انت مش مشكله ايش فيه 70 لا قد ما سامحني سامحني تليلي اجي نقول لك انا باش نعطيك اسماء في السبعين انا باش ندوخك على خاطر انا وانت وعلاش نعطي فيك عمر هو باش نقول لك انا وانت ومحمد والدلاجي بينوا اكبر منهم راغب علامه حبيبي قداش عمره تعرفش قداش عمره اي مش راغب علامه كاظم الساهر قداش عمره هاني شاكر قداش عمره
الكل فوق السبعين. عمرو دياب الكل فوق السبعين. أنا أعطيت والله يبانوا أصغر منك ومني. هذه سبعين. قديش عمر؟ لا حتى جاوبني صحيح. قديش عمر تليلي؟ 65 سنة؟ 18 11 64 تلقاه حتى 60 ما زاد ما صدلاش. برافو. هذيك مشكلتك. هذاك أنا شنو نحب نخرج منك؟ العمر الصحيح. 60 غير دراج. 60 غير كذا وكذا. مازلت صغير مازلت. غير غير. ايش تعمل بالعرس كي قريت حتى واحد العرس تشتر لي عرس وانا في حاله حليله راني تحت البيوت المكيفه. اسمع انت انت كيفيانا اسمع انت كيفيانا ضد العرس رزاق. انا ضد العرس. انا ضد انا ساعات اللي يقول لي بشي العرس يقولوا متعرس. انا انا نغني نفرح في الناس اجيال اجيال وما ربي سهل ان شاء الله. ربي سهل الله مش معرس. باهي عائلتك شكونهم تليلي؟ اخواتك شكونهم؟ قديش من خو انتم؟ عندي عبد القادر وعندي اليامنه وعندي فاطمه الزهراء. فاطمه الزهراء واليامنه. واليامنه اختك؟ اليامنه وعبد القادر. وعبد القادر خوك. معناتها انتم زوز اخوه اولاد زوز بركه زوز اولاد وزوز بنات. وعندنا واحده مرحومه هذيك الله يرحمها. الله يرحمها توفيت. اسمها فوزية. وبوك وامك؟ بابا محمد درويش ويما اسمها تراكي. تراكي محلي اسمها تراكي ناس ملاح. يما تراكي ناس كل امك وبوك موجودين؟ مشوا على ارواحهم لمده 20 سنه. 20 سنه؟ خليوك صغير شوي. صغير صغير الحمد لله. كي نرجعوا 20 تالي عديت طفولة فيها برشا فقر واحتياج. فيها برشا ميزيرابل شنو فقر. شو تتذكر منها؟ اسمع بالميزيرابل ميزيرابل على طول زال ميزيرابل. اي اي تمرمدنا. شو اللي تتذكره في طفولتك؟ شنو تذكر؟ اعطيني صورة. ما عندناش وقت صباب تلبسوا الشلاكة بأسبوع فهمني ولا اي وامورنا تعبه تعبه بالقدام بعد ربك عطى خيره وكذا. ومشيت تخدم خدمت خدم خدمت خدم ونسلف ساعات نلقى واحد جايب شوي لبسه نقول له اعطيني شيميز ولا اعطيني بلوزون سمح نلقى. اي ومن بعد بدينا بالشوي بالشوي وبدينا نخدموا ربك عطى خير الحمد لله. نعم. وقت انت كنت صغير كنت دريبكي؟ كنت دريبكي. صار مش تغني من لا تمرمت خدمت الدربوكة ب 1500 وب 2000 فرنك. دربكت ورا شكون؟ دربكت بار لا ما ورا دربكت وغنيت. لا سمت قفصة. دربكت وغنيت. فما نجوم دربكت لهم أنت؟ لا ما در ما ما, ما العهد هذاك ما فهمش ناس كل مع بعضنا فهمت ولا لا؟ فماش ناس كل درب كون غنوا مع بعضنا. ما فماش نجوم وقتها بارد؟ لا نجوم في العواصم احنا تو نحكيك على لو سود. قفصة. لا قفصة احنا. فماش كل مع بعضنا عرفت ندرب كون غنوا مع بعضنا. فماش أول واحد مرة شديت الميكرو تتذكر النهار هذاك وين وليت عملت غنياتك؟ أي غنيت في بيسير رومان في واد البي وقت غنيت مغروم بالغزالة. إي والله مغروم بالغزالة داية من حولي بوزيقة وقت الدنيا من هكاك بدينا. والعماري وقتها سجلت بشان عبد الرزاق. العماري؟ العماري سجلت بشان ستيريو عندي ود حومتنا كان في الخليج. شان ستيريو مش في استوديو؟ لا بعد ولد في استوديو عاد سجلناها بميكروك الصغير هذاك تاع الراديو. إي والولايد ولد حومتنا جايب شان يعيش في الخليج عرفت الشانات اللي اي نعرفهم اي اي جابها وجابها للدار ودربكت انا والولايد والمزاد وغنانا غنينا كيفاش نجحت؟ اعطى ربها يا ربي خير اذا تعتبرها اذا اعطاك العاتله تشاتي لتباتي حتى جبل بوغرنين يولي لك واتي مشي نمشي نمشي لك البلايص اخرى اعطى ربي في العماري في العماري اغنيه الحظ نتاعك العماري هي يا جاري العماري هي اللي لانصيتك هي اللي هي اعطتك الشهرة وقت العماري ناجحة احنا في البلاد ما في بالناش بها هي ناجحة هنا وانتم في البلاد ناجحة وقتها شكون وقتها فما قناة سبعة فماش الناس تغني وقت حبة في طبق أربعة من الناس كانت فنانين وكبار أنا في تونس وإحنا ما زلنا بدت العماري ومن بعد الاكتشاف مع مكستوفا وبدت تجيب الواد وبريفو وبدا صغير وقت اللي جنبك نجاح العماري هبطت تونس من قفصه هذه المعلومه نعرفها طريفه هبط من قول خاطر نجحت نجاح كبير مشى للدروا باش يقبل سمع خاطر عامله سكسي يلقى واحد اخر صببها قبل والله كلونا عيش كلونا عيش بالاخزر نذكر اسمه ما نذكرش ما نذكرش الاسم كلونا عيش كلونا عيش وبرشيش انت قلت عشت والله ما يدوم في الواد كان حجره هكا قلت عشت الاحتياج كما عاشوه برشا ناس في الزمن هذاك مريولك اللي لبسه تو مريولك هاي لك حلا قد السوم 70 80 70 80 دينار هكا هاو في البركه
قالوا لي غالي برشا. لا ما نقولوش مبالغوا ياسر، غلطوني مال غلطوا اعدادي غلط فيا يا ذر. تنقول لك بمليون لابس بمليون المنقال هذه بقداش؟ قالوا لي يسوى 6 ملايين مريولك. اما خنبيعه انا في المزاد.